الماتش اللي فات مازن لعب، يعني الماتش اللي فات لعب اعلى مستوى، كان صبور جدا، كان انت عارف ان مازن من احرف اللعيبه اللي ممكن تشوفها. المره دي صبرت شويه، اعتمدت ان حراره طبعا كانت عاليه جدا في الملعب، فاعتمدت ان انا اطول الماتش على قد ما اقدر، والحمد لله قدرت ان انا اكسب النهارده. مباراه كبيره طبعا، محمد لعيب كبير، محمد وصل نمره واحد قبل كده كتير جدا، بس طبعا يعني ان شاء الله مباراه في الملعب بكره، وان شاء الله نلحق نستعد ونأهل نفسنا كويس للماتش بكره ان شاء الله. الموسم اللي فات حاجه كبيره جدا، وماتش النهارده كان صعب جدا، خصوصا ان القرعه وقعتني في ناس كانت صعبه قوي. ابراهيم في الاول 6-2، بعد كده جول ميكن، كان ماتش صعب جدا. ومازن طبعا يعني اخر فتراته كان لعيب على اعلى مستوى، ممكن يكسب اي حد في العالم، فانا مبسوط صراحه بالاداء ده، خصوصا ان كان في شهرين كده في خلافات يعني مع الاتحاد وكده، فما قدرتش العب، ويعني هو في سيمي فاينال بطوله كبيره، وان شاء الله يعني بكره يكون ماتش كبير. طبعا الايقاف اللي جه شهرين اثروا على التصنيف بشكل كبير جدا، فاثروا على التصنيف، رجعت نمره 3 الحمد لله، رجعت نمره 2. البطوله دي هتكون كبيره جدا ان انا ارجع اتصدر التصنيف تاني. دايما عندي عزيمه ان شاء الله، ان يعني ده اللي اتعودت عليه في النادي الاهلي، دايما الرقم واحد ده محافظ عليه، او لو يعني انا ما قدرتش انا احافظ عليه في فتره من فترات لعدم لعبي، بس ان شاء الله طول ما انا بلعب ان شاء الله يعني ربنا يوفقني وارجع اتصدر التصنيف تاني ان شاء الله.